ورئيس الجمهورية فجأة الصبح يقول للناس إن إحنا اكتشفنا إن جزء من الأرض المصرية اللي كلنا اتربينا وتعلمنا وعرفنا ورحنا زرنا تيران وغطسنا هناك، يتقال لنا فجأة إنه دي أرض غير مصرية. دي في حد ذاتها كانت صدمة، وصدمة كان أول رد فعل فيها هو يعني الاستهجان والإنكار وربما الإدانة. كنا نتمنى ان الامر ده يبقى ما يعني معروف من الاول ان في مفاوضات بتدور حوالين كذا، وانه لو حد عنده مستندات يقدم المستندات دي عشان يؤكد انها ارض مصريه، لكن يصبح السلطه التنفيذيه الصبح تقول ان دي تنازلنا عنها ويتم توقيع الاتفاقيه. ده بالنسبه لي محل ادانه سياسيه. حتى المسارات اللي بعد كده كلها كانت مسارات خاطئه، ان الحكومه نفسها يعني تخفي الاتفاقية لمدة 8 شهور عن مجلس النواب اللي هو صاحب السلطة طبقا للدستور ان هو يقر الاتفاقيات دي او يرفضها، ده في حد ذاته جريمة سياسية. ولما هي اخطأت في عدم ارسال الاتفاقية واصبح هناك مواطنين مصريين محترمين وشرفاء فعلا يعني استخدموا حقهم الدستوري ان هم يرفعوا قضية بالابطال هذه الاتفاقية، ثم تأتي الحكومة رفضا او عدم احتراما للاتفاقية وتعرضها على مجلس النواب، او عدم احتراما لاحكام القضاء وتعرضها على مجلس النواب، دي في حد ذاتها ادانه سياسيه اخرى. احنا في مجلس النواب كان وجهه نظرنا انه بغض النظر في المرحله اللي بنتكلم فيها دلوقتي عن فحوى الاتفاقيه، هناك حكم قضائي يجب ان نحترمه بشكل كامل. ننتظر ل 16 يناير لحين صدور حكم قضائي من المحكمه الاداريه العليا، وبناء على حكم المحكمه الاداريه العليا هيكون في تصرف. اما ان المحكمه الاداريه العليا تقر ان هذه الاتفاقيه باطله ومنعدمه ويصبح ليس هناك اتفاقية ولا يجوز لأي شخص مهما كان أنه يعرضها على مجلس النواب، واعتقد انه يعني دوت اللي هيبقى الاسلم للنظام المصري واللي هيحميه يعني من غضب الشعب، او انه قضاء الاداريه العليا يقول انه عدم اختصاص، وبالتالي اصبح من حق الحكومه قانونا ان هي تعرضها على مجلس النواب، وتبقى الكوره دلوقتي في رجل مجلس النواب. واتمنى ان مجلس النواب كله وبلا استثناء، لانه زي ما بنقول احنا بتكاتل 25 30 هذه ليست قضيه سياسيه، هذه قضيه لا يمكن ان نختلف عليها سواء كنا اغلبيه او معارض، لانها قضيه وطنيه، ولا يمكن ان يعني ندعي انه احدنا اكثر وطنيه ولا نشكك في وطنيه الاخر، لكن علينا نعلم جيدا ان احنا اقسمنا اليمين الدستوري على الحفاظ على سلامه الارض وسلامه الوطن ووحده أراضي، وبالتالي التفكير في التفريط في الارض دي وصمه عار ستنال الجميع بلا اي استثناء، يعني حتى النواب اللي هيرفضوا الاتفاقيه هيبقى معروف ان هم كانوا جزء من مجلس اقر هذه الاتفاقيه. اتمنى ان يعني النظام السياسي، وانا مش بقول الحكومه لان الحكومه في الاخر جزء صغير من النظام السياسي، اتمنى النظام السياسي يعني ينظر ويستشعر الغضب الشعبي تجاه هذه الاتفاقيه، وانه يعرف انه ربما دي تكون يعني القشره التي تقسم ظهر البعير.